مرحبا بكم في ملخص برنامج جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث هنأ الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ورعى جلالته يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة. وعقد جلالته اجتماعات مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس، رئيس هيئة الاستثمار، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. وافتتح جلالته مباني وحدة فرسان قوات الدرك. وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الفريق أول الركن مشعل محمد سالم الزبن مستشاراً لجلالة الملك للشؤون العسكرية، بالإضافة إلى وظيفته رئيساً لهيئة الأركان المشتركة. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الفريق أول فيصل جبريل حسن الشوبكي مستشاراً لجلالة الملك لشؤون الأمن القومي، بالإضافة إلى وظيفته مديراً للمخابرات العامة. وبعث جلالته برسالة إلى سمو الأمير علي بن الحسين عبر فيها عن دعمه لسموه في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الذي يعد من أهم المحافل الرياضية على الساحتين الإقليمية والدولية. واطمأن جلالته في اتصالين هاتفيين مع الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ومع سمو الأمير مجرن بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. نشر جلالة الملك عبر صفحة الديوان الملكي الهاشمي الرسمية على فيسبوك رسالة تهنئة للأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. قبيل رعاية جلالته يرافقه سمو ولي العهد الاحتفال الديني الرسمي الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهذه المناسبة. وفي إطار نهج التواصل الملكي مع مختلف السلطات، اجتمع جلالة الملك في قصر الحسينية مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس، حيث أكد أهمية التوازن بين مواجهة التحديات الإقليمية التي تحيط بالأردن وبين التعامل مع قضايا الشأن المحلي ذات الأولوية بما يصون المصلحة الوطنية العليا ويضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ولا يغلب جانباً على آخر. الخطة لعشر سنوات الاقتصادية أنا شايف أنه أولوية بالنسبة للأردن، وكيف نحن بنقدر نطلع حالنا من الأزمة. فنحن كجزء من تحالف معتدل كدول عربية وإسلامية ضد المتطرفين، لكن بنفس الوقت بدي أريح الأردنيين أنه نحن مش لابسين كل واحد لباس فوتيق ونحن قاعدين بخنادق. فبدنا نمشي للأمام، بدنا نطور بلدنا، بدنا نجيب استثمارات على الأردن، لازم نمشي الاقتصاد للأمام. وبنفس الوقت في مشاكل داخل الإسلام، في حرب داخل الإسلام، طبعا في مشاكل بسوريا، في مشاكل بالعراق، بدنا نلاقي حل سياسي. يعني لازم نعمل شوية توازن بين حرب ضد التطرف وتطوير بلدنا اقتصاديا اجتماعيا وإن ريح الناس، فشغلتين بنفس الوقت. كما اجتمع جلالة الملك مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، حيث أطلعوا جلالته على عمل اللجنة والملاحظات التي وضعتها خلال لقاءاتها مع مختلف الفعاليات المعنية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتجذير النزاهة كعنصر أساسي في سلوك الأفراد والمؤسسات. واستقبل جلالة الملك رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العجلة، حيث أكد جلالته أهمية العمل على وضع إجراءات جاذبة ومحفزة للاستثمار ليساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة. وكما شهد الأسبوع الماضي افتتاح جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مباني وحدة فرسان قوات الدرك، والتي يأتي تشكيلها ضمن الخطة العشرية التي تنتهجها المديرية العامة لقوات الدرك. وعلى آله وصحبه الغر الميامين.
يبديك يا حسين الله الدم، يبديك يا حسين الله الدم.